قبل ما نتكلم نطلع نشوف محمد هاني واسره محمد هاني كمان اعتقد في لقاءات مع زملائنا شبكه مراسلينا في استاد القاهره الدولي. اتفضلوا. من جديد بجدد التحيه بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز قبل ما اقدمه اقول انه ما بيطلعش خالص في اي وسيله او اي يعني صحف او اي مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، مقل دايما في الظهور، ولكن محمد هاني النهارده لو بتقول واحد من افضل لاعبي كره القدم المصريه خلال هذا الموسم، حط قدامك مثال لمحمد هاني. هاني برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. موسم استثنائي وموسم تاريخي لمحمد هاني واللاعب النادي الاهلي والجيل ده من النادي الاهلي. انا عارف يعني جواك كلام كتير جدا، لكن السنه دي اعتقد بتعني الكتير لمحمد هاني. طبعا برحب بيك يا فاروق وبرحب بقناه النادي الاهلي. طبعا يعني الحمد لله السنه دي عملنا حاجه كويسه الحمد لله، موسم استثنائي زي ما انت قلت، ربنا كرمنا وحصدنا كل البطولات اللي احنا دخلناها، ودي حاجة ما بتحصلش كتير. احنا الحمد لله جيل مشرف، يعني عدينا ارقام كتير وعملنا حاجات كتير، والحمد لله ان الجيل ده جيل طموح، مش بيقف لحتة معينة ان هو يكسب بطولة او يكسب ماتش معين. فالحمد لله ربنا طبعا كرمنا، وطبعا بشكر الجهاز الفني، يعني هو اللي ساعدنا ان احنا نوصل للنقطة اللي احنا فيها دي، وبشكر زمايلي الرجاله جدا واخواتي اللي بنعيش مع بعض اكتر ما بنعيش مع اهلنا يعني. فكله كان عنده نفس الهدف وكله كان عنده نفس الطموح ونفس الهدف ان انت توصل لحاجه كبيره. الحمد لله ربنا كرمنا، وبشكر جمهور الاهلي طبعا اللي هو دايما في ظهرنا ودايما ورانا في اي مكان في اي وقت. فالحمد لله ربنا كرمنا كرم كبير، وان شاء الله هنبني عليه للسنه اللي جايه كمان ان شاء الله. هاني عايز اقف عند مستر مارسيل كولر بالتحديد مع محمد هاني، يعني خلينا ان احنا بنكون منصفين مع هذا الرجل. ليه بصمه مهمه جدا على محمد هاني هذا الموسم، كل الناس اجمعت ان الموسم ده موسم تاريخي لمحمد هاني. هو طبعا ساعدني في حاجات كتير، طبعا يعني وجهني في حاجات كتير. بص دايما بيبقى فيه مدرب ولاعيب كده بيبقى فيه كيمستري ما بينهم كويسه، الحمد لله الكيمستري دي موجوده، وانت برضو في نفس الوقت بتشتغل وبتعمل اللي عليك وبتعمل كلام المدرب اللي هو عايزه، وفي الاخر بتظهر بصوره كويسه. طبعا انت بقى بتشتغل على نفسك وبتوصل لحاجه كويسه، وفي الاخر ربنا يعني التعب ده بتاع ربنا في الاخر النتيجه يعني الحمد لله. قبل ما اروح لاسرتك عايز اختم معاك بنقطه مهمه، بسجل مع يعني لعيب قطاع الناشئين فولي اي امر قال لي، بقول لابني اتعلم من صبر محمد هاني، اتعلم من طموح محمد هاني، محمد هاني واحد من اللعيبه المهمه جدا اللي لازم تحطها نموذج قدامك. الكلمه دي اعتقد تعني الكثير لمحمد هاني، ودورك انك تكون رساله وقدوه لكثير جدا من اللاعبين، مش في لعيب النادي الاهلي فقط يعني. طبعا الحمد لله، يعني انت دايما لازم تبقى مأمن بنفسك، حتى لو الظروف حواليك مش احسن حاجه، حتى لو انت محطوط في ظروف صعبه، طول ما انت مأمن بنفسك وواثق في نفسك وعارف امكانياتك هتقدر تتغلب على اي حاجه. ممكن حد يبقى شايف حاجه تانية، ممكن يبقى حد مش عاجبه حاجه معينه، بس اهم حاجه انت عارف ان انت امكانياتك عامله ازاي وعارف انت قدراتك عامله ازاي، وفي نفس الوقت انت بتشتغل وبتتعب، وزي ما قلت لك مفيش حد بيتعب وبيشتغل ربنا مش بيكرمه، فالنتيجه طبعا بتاعت ربنا في الاول وفي الاخر، بس انت بتبتدي واشتغل واتعب وهتلاقي ربنا اداك نتيجه كويسه. ربنا يكرمك يا هاني. لكن عايز اروح لست الكل، انا يعني استغليت محمد هاني لانه مش كتير بيطلع، يعني محمد هاني يعني خدنا افريقيا وخدنا سوبر ما بيطلعش خالص، لكن محمد هاني الجميع بيتكلم على ادب محمد هاني، احترام محمد هاني. محمد هاني مثال للاعب الكرة، مثال للإنسان الملتزم. محمد فعلا متربي، والحمد لله يعني أنا وبابا مجهود جبار معاه ولحد ما وصل اللي هو فيه الحمد لله يعني. محمد في البيت هادي برضو نفس الشكل كده ولا إيه؟ طيب هادي هادي. محمد ايه احب الاكلات بقى اللي بيطلبها من حضرتك؟ هو برضو احنا بنحس ان محمد في المعسكرات برضو اكل خفيف خالص. هو طبعا الفتره اللي فاتت دي كان مضغوط فيها جامد، انا نفسي يعني هو بيحب الحمام بيحب المحاشي، بس طبعا غصب عنه مش ما ينفعش الكلام ده خالص يعني. فترة صعبة جدا لعيب الكورة بيعيشها، لكن بيبقى الدور الأكبر للبيت، يعني بيبقى بيخففوا عنه كتير جدا من الضغوط. أعتقد دي رسالة مهمة جدا، وإحنا النهاردة لازم نوفيكم حقكم. هو الأساس وهو اللي بيتعب وهو اللي رافع راسي ومشرفني بأمانة. يعني أنا عايز أقف عند الكلمة دي لأن الكلمة دي مش سهلة، رافع راسي ومشرفني، أنا حاسس بفرحة فيها دموع شوية من والدتك.
لا يعني الواحد برضو يعني زي ما هو بيلعب عشان اسمه وبيلعب عشان الجماهير، برضو انت تبقى حاجة مهمة ان انت تعمل حاجة عشان اهلك يبقوا فخورين بيك، وان هم يبقوا فخورين بيك في اي وقت وفي اي مكان، فده بيبقى مسؤولية عليك برضو ان انت لازم دايما تبقى تعمل احسن حاجة ودايما تبقى مركز. فالحمد لله يعني يا رب دايما اعرف اخليهم فخورين كده ان شاء الله. يا رب. يعني عايزة تقولي له ايه؟ انا حاسس في كلمة كبيرة هتطلع. يبارك لي فيه ويخليه لي ويخلي لي اولادي كلهم، ومش عارفة اقول ايه تاني يعني. يا ربنا يخليه بس يا رب. رسالة مهمة جدا، اللي عايز يتعلم الصبر والطموح يتعلم من محمد هاني، نموذج للعب الكرة. لو هتختار أحسن 10 لاعبين هذا الموسم، محمد هاني لازم يكون واحد من أهم اللاعبين اللي أدوا موسم أكثر من رائع. من جديد تعود الكلمة للزملاء في الاستوديو.